بالنسبة للجروب الثاني، أول واحد قلنا هو مال level of measurement. البادي ويت هي interval ratio scale، يعني هي للأرقام. الإيكونوميك ستيتاس اللي هي مثلا واحد مثلا نقول poor, very poor, poor, moderate, rich, very rich، أوكي، أو يعني whatever يكون الإيكونوميك ستيتاس، فهي ordinal يعني orders، تمام. أما الفاكسينيشن ستيتاس هو لو vaccinated لو unvaccinated، فهو nominal dichotomous أصلا، لأن هو لو vaccinated لو unvaccinated، فهو بقى nominal، ما مطلوب إنه أقول dichotomous لو لا، بس هو يعني nominal، تمام. فهاي قلنا تدرخوها درخ يعني كلش مهمة. أما الكويستشن الثاني اللي هو ما كاتب منطق السؤال للأسف، بس هو يعني هو نفس الفريكونسي تيبل، وراها يريد المود والميديان، فهو يمكن الظاهر خمسة يعني 57 واحد ومالتهم الويت، فيعني 57 قيمة، تخيلوا في اللوت مال 57 فد رقم معين ضربه بال 3.322، هكلها تشتغلوها بإيدكم. اللوج بحاسبة بس وراهم، والضرب هم بحاسبة، الجمع هم بحاسبة، بس يعني تشتغلوها بإيدكم، يعني لا تعتمدون إنه محلولة، لأنها كلها بالامتحان لازم تسووها بإيدكم. صح ماكو مسائل بس MCQ شلون تعرفون الحل. فالمهم الكي طلع 7، فمعناها عدد الكلاسات 7، فهنا أنا من صدق ملتزم، لأن قدر يطلع يعني الأعداد 57 ما شاء الله عدد، أما هناك يعني أعداد قليلة، يعني هو أكبر واحد 5 وأقل واحد 0، فهنا يعني ما قدر يلتزم، هنا أنا قدر يلتزم، فسوالي 7 كلاسات. الويدث مالتها نحسبها عن طريق الهايست فاليو والسمولست فاليو. الهايست فاليو الظاهر هي 79 ناقص 12 على 7، فطلعت لي 10، فأنا استخدم 10 10، فراح أبدي أقل واحدة هي قد قلنا 12، بس هنا كاتب 11 يعني عمود الجمالية، ما أعرف يعني هي نادي تقول دكتورة نادي تقول عمود الجمالية ما أعرف إيش. المهم في 11 12 21، هنا بدينا 22 22 33 34 34، قلنا ما يصير overlapping، وحسبناها عن طريق السيرج رول عدد الكلاسات وقسمناها مالتها الويدث. الفريكوانسي قلنا بمجرد أعدهم كم واحد واقع هنا كم واحد هنا كم واحد هنا، يعني بسيطة السالفة. والريلاتيف فريكوانسي يقول 6 تقسيم 57، ويطلع لي الريلاتيف فريكوانسي. هاي الحساب الرياضي كل حاسبة يعني ما يتعبكم، بس لازم اعرفوا الكونسبت، اعرفوا اني شلون طلعت الفريكوانسي، ها مجرد اعدها شلون طلعت الريلاتيف فريكوانسي، اقسم هذا على هذا، بس كعدد رياضي هذا لا تديروا له بال، هذا تطلعوه بالحاسبة. يعني المود هنا هو اصلا ما كاتب الارقام، هي 57 رقم ما كاتبها، يمكن متعاجز، ف يعني احنا من ان شاء الله يجينا بالامتحان سواء 100 رقم نقعد نرتبها عندنا 3 ساعات، نرتبهم ونحسب المود مالتهم، او يعني مو محاجة نرتبهم، يعني اذا ميديان لازم نرتبهم، اذا مود مجرد احسب ياه هو اكثر واحد متكرر.